مع اقتراب عيد الفطر المبارك تكتظ أسواق مدينة حلفشة بالمتبضعين لشراء ما يحتاجونه من الملابس والحلويات والمواد الغذائية لعيد الفطر المبارك، وتشهد الأسواق في المساء حركة وإقبالا كبيرا للمواطنين. سرتا بيروز باي هاتني جشن رمضان بيروز له مسلمان جهان وكردستان وشهر حلفشة. أهنئ جميع المسلمين بقدوم عيد الفطر المبارك وبالأخص شعبنا الكردستاني، وأتمنى في هذا العيد أن يعم الخير والسلام على جميع الشعوب. كل عام وقبل قدوم عيد الفطر المبارك يبدأ المواطنون بالتحضيرات للاحتفال بهذه المناسبة الكريمة، وبالتأكيد يشترون المواد الغذائية اللازمة لسفرة العيد من الفاصوليا والمشمش والزبيب والتوابل الخاصة بطبق العيد عند وجبة الفطور صباح أول أيام عيد الفطر المبارك. أما دكاري خلكي تاردو وردو دخري كايت مستوار وسبونج رمضان بشوارع برقنو. من الأشياء التي يقبل عليها المواطنون ويشترونها كتحضيرات لعيد الفطر المبارك هي الحلويات التي يقدمونها للضيوف الوافدين لتقديم التهاني في عيد الفطر المبارك، وتقدم الحلويات للمهنئين. ومنذ أيام بدأ المواطنون بتحضيرات لعيد الفطر المبارك، وكما تشاهدون الأسواق مكتظة بالمتبضعين استعدادا لعيد الفطر المبارك. وتسبق الأفراح قدوم العيد بأيام من خلال خروج الأسر إلى الأسواق لتحضيرات العيد مستغلين هدوء الليل واستراحة المساء، وفي أجواء أشبه بكرنفال تعم البهجة جميع أماكن السوق. فيروزباي رمضاني بيروز لهمو مسلماناني كرسان بتايبتي مسلماناني جيهانكم. جئت إلى السوق برفقة أبنائي لشراء ما يحتاجونه من ملابس العيد وكل ما نحتاجه من الحلويات والمواد الغذائية لسفرة العيد، وما لاحظت حتى الآن في الأسواق الأسعار مناسبة، ليس هناك ارتفاع أو غلاء في الأسعار، وأتمنى أن يحتفل الجميع بسلام وأمان بعيد الفطر المبارك. بجانب الاحتفال بعيد نوروز القومي، يحتفل الشعب الكردستاني كل عام بعيدي الفطر والأضحى كباقي الشعوب المسلمة في العالم، مؤكدا خلال الاحتفال بهذه الأعياد على رسالته في الحياة السلام والتعايش والمحبة لجميع الشعوب. لبرنامج نسمات زاغروس، أمير سليم، حلبشة.